السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولاً كنت منكم تكونوا على خير في أتم صحة وعافية، وكنشكركم جزيل الشكر ومن كل أعماق قلبي على التعاليق الرائعة وعلى الكلام الجميل، وكذلك على مروركم الذي يفرحني ويشجعني على الاستمرار. لكم مني كل التقدير والاحترام. شكراً لكل المشتركين والمتتبعين، وكذلك كنشكر المشتركين الجدد اللي التحقوا بالقناة. مرحبا بكم وألف ألف مرحبا بقناتي، قناة شيوة سعاد من قلب كندا. اليوم إن شاء الله غنقدم لكم وصفة رائعة شكلاً ومذاقاً. وصفة اليوم عبارة عن رولي بالبطاطا واللحم المفروم والجبن. صراحة وصفة تستحق التجربة لكونها سهلة في التحضير وبمكونات اقتصادية وفي المتناول. وقبل ما ندوز الوصفة اليوم، كنتمنىكم تودعوا لايكات إلى عجبكم الفيديو بطبيعة الحال، وبتفعيل الجرس باش توصلوا بكل جديد، وبالاشتراك في قناتي قناة شيوة سعاد من قلب كندا. وبقوا معايا حتى نشوفوا مقادير الوصفة وطريقة التحضير. وصفة اليوم غنحتاجو نصف كيلو بطاطا، 4 بيضات، قليل من الجبن المبشور، قليل من الكزبر ومعدنوس. إضافة إلى التوابل غنحتاجو فيها معلقة صغيرة ديال سكينجبير، معلقة صغيرة فلفل أحمر أي تحميرة، معلقة صغيرة ديال الخرقوم، نصف معلقة ديال الفلفل الأسود أي الإبزار، بالإضافة إلى القليل من الملح. وفي هذه الأثناء كيف كتشوفوا معايا في الفيديو، غناخد البطاطا غنحط البطاطا أي نبشرها بهذا الشكل كيف كتشوفوا. ومن بعد ما نكمل الكمية غنحاول نعصرها جيدا من الماء اللي كيكون فيها، ومن بعد غنضيف لها المكونات اللي غتشوفوا معايا في الفيديو. هاد الأثناء غناخد واحد الصحن غنضيف له البيض، قزبر والمعدنوس، وكذلك الجبن المبشور، بالإضافة إلى التوابل اللي ذكرت من قبل، وإلى العنصر الأساسي وهو البطاطا المحكوكة. ومن بعد غنحاول نخلط جميع المكونات حتى ينسجموا جيدا. وهنا كيف كتشوفوا معايا، من بعد ما خلط العناصر جيدا غناخد واحد اللاطة او مول، وغنوضع من فوق ديالو بابي سوفيغيزي اي ورق طهي، وغنحاول نسرح الخليط جيدا الجوانب حتى نحصل على واحد طبقة متساوية. ومن بعد غرموه في الفرن للطهي، وغنتركوه في الفرن حتى نحصلوا على واحد اللون ذهبي بعض الشيء.
الأثناء غندوز نوجد الحشوة اللي غنحتاج فيها 1/2 كيلو من اللحم المفروم أي الكفتة، جوج ديال الفلافل مقطعين طرفات صغار، وبصلة واحدة مشلدة، والقليل من الكزبر والمعدنوس، كذلك إلى فص ثوم واحدة محكوكة، بالإضافة إلى التوابل اللي غنحتاج فيها معلقة صغيرة ديال سكينجبير، معلقة صغيرة ديال الفلفل الأحمر، معلقة صغيرة ديال الخرقوم، معلقة صغيرة ديال الفلفل الأسود، بالإضافة إلى القليل من الملح. وكيف شفتوا معايا، خديت مقلات وضعتها على نار مهيلة، ووضعت فيها القليل من الزيت، وضفت البصل والفلفل وكذلك الكزبر والمعدنوس، وبديت كنحرك، ومن بعد ضفت لهم الكفتة أي اللحم المفروم وكذلك التوابل. وكيف غتشوفوا معايا، غنستمر في التحريك حتى ياخدوا حقهم في الطهي. وهنا كيف كتشوفوا معايا، من بعد ما طابت البطاطا اللي رميتها في الفرن، غنحاول نقلبها بالطريقه اللي غتشوفوا معايا، اي انني غناخذ ورق الطهي وغنوضعه من الفوق، ومن بعد غنقلبها، وبهذه الطريقه كتجيني اسهل نزول منه ورق الطهي. هنا قبل ما نوضع الحشوه، غادي نحاول ندير واحد الكوش ديال الفرماج المفروم اللي صراحه غيعطي واحد اللذه، ومن بعد غنوضع الحشوه من الفوق اللي كنت وجدت من قبل وخليتها تبرد. وهنا غنحاول نسرحها في جميع الجوانب ونبسطها جيدا باش نحصلوا على واحد طبقه متساويه. وهنا كيف كتشوفوا معايا، ومن بعد ما كملت غنحاول نلولبها او نروليها بهذا الشكل كيف كتشوفوا، ونحاولوا بالمهل حتى نكملوا الدوره كامله، ونحاولوا نجمعها جيدا باش تماسك لينا الحشوه مع البطاطا. وهنا من بعد ما كملت غنوضع فيها من فوق قليل من الجبن المفروم، ومن بعد رميها في الفرن لمدة 5 دقائق على الأكثر. وفي هذه الأثناء كنت تشوفوا معايا، غتكون الوصفة ديالكم وجدات بصراحة، تجي وصفة رائعة شكلا ومذاقا، وبالفعل تستحق التجربة. وصفة جديدة بمكونات جد بسيطة وفي المتناول، واللي ما كتاخدش منا وقت كتير باش نوجدوها، وصراحة وصفة تحبوها الكبار والصغار كذلك، وتقدروا تزينوها على حسب الذوق ديالكم. انا هنايا رافقتها ببعض الصلصات، وكذلك وضعت فيها طماط سوريز من الفوق اللي اعطتها واحد المنظر رائع. كالعادة كنتمنىكم تضعوا لايكات إلى عجبتكم وصفة اليوم، وبتفعيل الجرس باش توصلوا بكل جديد، واشتراك في قناتي قناة شيوة سعاد من قلب كندا. إلى ذلك الحين كنتمنىكم تكونوا في أتم صحة وعافية، وإلى الملتقى في وصفة جديدة وفي يوم جديد.